السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم قناه عالم جمال الموضه مع فاطمه. اليوم غنوريكم واحد المنتج رخيص ولكن راه افيكاس، يعني فعال لواحد الدرجه غادي تبان لكم من اول تجربه. هذا المنتج اللي غنوريكم دابا مزيان الناس اللي كيعانيو من السبانه بين السبعان ديالهم ولا بين السبعان ديال اليدين، خاصه من السبعان ديال الرجلين. هذا المنتج هو فونديرما، راه كاين فونديرما مستحلف على شكل الحليب. انا غنوريه لكم هذا اللي داير هكا، راه داير بحال الحليب. وكاين هذا محلول سوليسيون، هذا داير هكا قرعه ديال الزاج، راه ترونسبارون كيبان. هاد الفونديرما كيقول لكم راه فعاله بزاف الناس اللي عندهم السبانه. اولا اش كديري؟ كتشدي رجليك ديالك كتغسليهم من الماء سخون ولا ماء دافي، كتنشيهم مزيان. السبانه راه كتجينا من الماء اللي كيكون بين السبعان، وما كنشوش بين السبعان ديالنا مزيان. دائما غادي ديري واحد الفوطه خاصه بالرجلين، غادي تولي بالليل كتخرجي من العمل ديالك ولا كتدخل من العمل ديالك ولا كتسي في المدرسه ولا لابس سبادري ولا هكا، كتدخل كتغسل رجليك. الا لقيتي ديريهم في الماء والملحه راه احسن، منهم كتريحو منهم كيحيدو حتى ديك الميكروبات اللي كيكونوا. كتنشفي بين السبعان حتى الوضوء، نشفي بين السبعان. باش كتنشفي كديري هذه، غير هي كتشوش شي شويه ولكن ماشي مشكل، ديريها الصباح وفي العشيه يومين ثلاث ايام هذيك السبانه كتمشي، ما كتبقاش مازال الدور حداك. وكتخليها من بعد فاش كتبري كتخليها، وثاني رجعت السبانه ولا شي حاجه كتعاود ديريها. هذه مزيانه بزاف 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 كي قلت لكم السبانه والاكزيما الناس اللي كيعانيو بها، وخاصه دابا حنا في الصيف كتكون عندنا هاد الشامبينيون ولا هاد الاكزيما كتكون عندنا بزاف بين الاطفال ديالنا. استعملي هذا المنتوج رخيص، راه كيدير غير المحلول كيدير 310 ريال، يعني راه ما غاليش وكيمشي معك واحد المده طويله بزاف. هذا حتى هو راه بحال ولكن انا كنفضل وكنعطي في الفارماسي بزاف كنعطي هذا اللي داير بحال الماء، لان هو كيجاني افيكاس بزاف على هذا ديال الحليب. نتمنى لا فيديو يعجبكم كالعاده، بارطاجيو الى فيديو اخر ان شاء الله ومعلومه جديده ان شاء الله. مع السلامه.